موضوع آخر، يناشد سكان دايرة رجان الواقع جنوب عاصمة الولاية أضرار السلطات بضرورة إعادة النظر في طريقة توزيع المياه، أين تعاني المنطقة وحسب السكان من تذبذب في عملية التوزيع في الآونة الأخيرة. فحين أوضح رئيس دايرة رجان بأنه سيتم إنجاز مشروعي خزانين يتم استلامهما مع بداية السنة المقبلة للقضاء نهائيا على مشكل نقص المياه بالمنطقة. التغطية كانت لليمين بالعلمي. ساكنة رجان نعاني من نقص في المياه الصالحة للشرب، راه كاين شاطو مالح من رجان كيتصب الماء مالح، راه معناها المعاناة قوية في رجان، نتاع الماء، الماء مالح وديما انقطاع وباستمرار ديما الماء منقطع، ما كاش تاع ماسخة ارتفاع درجة الحرارة في هذا الصيف وتلقى الماء ما كاش بزاف. نطلب من السلطات أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار. المشروعين الذين أمامكم في إطار دائما تحسين الخدمة العمومية وضمان تزويد المواطنين بصفة مستمرة ومنتظمة بالمياه الصالحة للشرب، تم إنجاز هذا المشروعين الكبيرين، خزانين علويين بقدرة استيعاب كل واحد 2000 متر مكعب والثاني خزان 1500 متر مكعب، أي بقدرة استيعاب إجمالية 3500 متر مكعب، مع تنقيبات حفر وتجهيز وكهرباء 3 تنقيبات بغلاف مالي يفوق 80 مليار سنتيم. سوف يتم استلام هذين المشروعين بداية السنة المقبلة.